بجد الكوباية دي من أسمى معاني الفرفشة والنعنشة والدندشة، يا خبر تحفة، طعمها حلو جدا جدا. تعالوا شوفوا عملتها ازاي. رحت المحمصة أو المقلة أو المقلة أو المقلة حسب ما بتقولوها، وجبت لوز متغلف بشوكولاتة بيضة وجوز هند موجود عنده، هاتي وزنة بسيطة خالص ب15 جنيه بالكتير، مكعبات تلج بقى، وحطي اللوز ده المتغلف بالشوكولاتة. ورحت السوبر ماركت جبت الايس كريم ابو 3 جنيه اللي احنا عارفينه بستخدمه على طول، وحطيت بقى ربع كوباية من اللبن الحليب، واضربي بقى في الخلاط في هاند بلندر اي حاجة موجودة، هاتي بقى الكاس وطلعي بقى من النيش ودلعي نفسك كده، واعملي صوص فراولة كده بطريقة عشوائية، وده اختياري خالص، وانزلي بقى بالعصير. يا خبر على الجمال، الطعم واللون والشكل. زينت بقى بكريم شانتيه مخفوق، وبرده ده اختياري، موجود عندك ماشي، مش موجود خلاص، هو بس كده بيدي شكل حلو قوي قوي لو جاي لك حد كده ولا عايزه تعمليه لحد بتحبيه. رشي بقى شويه جوز هند على الوش، وحبه بقى صوص فراوله، يا خبر ابيض، بجد شكل وطعم حلو جدا جدا جدا، بجد بجد العصير ده لازم يطلع ترند. انا بحبكم، ولو حبيتوا العصير اعملوا لايك وفولو وشيروه مع اصحابكم. باي باي.